فقرتنا الرئيسية لليوم شو صار؟ صيادلة بدون شهادات وممرضات تحولن بين ليلة وضحاها إلى طبيبات، وخروقات عديدة عرفها قطاع المهن الصحية في سوريا خلال الفترة الماضية في ظل غياب الرقابة. مديرية الصحة في حلب داخل المناطق المحررة أصدرت يوم أمس قراراً طالبت فيه جميع العاملين في القطاع الصحي بالحصول على إجازة مزاولة المهنة وتقديم أوراق تثبت حصول من يعمل في هذا القطاع على شهادة طبية. وكانت أيضاً مناطق ريف إدلب قد عرفت في الأيام الماضية حملة موازية لإقفال عدد من الصيدليات التي افتتحها أشخاص لا يحملون شهادة صيدلة. نتابع التقرير ونعود لبدء الحوار. لا يخلو شارع في هذا المخيم من وجود صيدلية أو اثنتين، غير أن مقر هذه الصيدليات والعاملين فيها لا يشبهون من كنا نعرفهم. صيادلة من دون شهادات يمارسون هذه المهنة في مناخ لا يضمن عدم تلف الأدوية. لا يقتصر الأمر على مهنة الصيدلة، وإنما يشمل مهناً تتعلق بالمجال الصحي، إذ نشرت صحيفة العربي الجديد تقريراً كشفت فيه نقلاً عن أحد الأطباء قيام إحدى الممرضات بممارسة مهنة الطب لمدة 3 سنوات دون أن تخضع لأي رقابة أو محاسبة. اضطر عدد من الأطباء أو الصيادلة في السنوات الماضية إلى ترك بيوتهم والانتقال إلى أماكن أخرى، الأمر الذي ولد فراغاً كبيراً في المناطق التي كانوا يعملون بها، مما دفع بعضهم أحياناً إلى استغلال هذا الفراغ وغياب الرقابة والإقبال على ممارسة هذه المهن من دون أي حس بالمسؤولية. وفي محاولة لتلافي هذه المخالفات، أصدرت مديرية صحة حلب في المناطق المحررة قراراً يقضي بضرورة حصول العاملين في المهن الصحية على إذن لمزاولة المهنة. لا يعد هذا القرار الأول من نوعه، فقد عرفت محافظة إدلب قبل عدة أيام حملة لإغلاق عدد من الصيدليات المخالفة، الأمر الذي دفع مزاولي هذه المهنة ومالكي هذه الصيدليات إلى الاحتجاج بدعوة قلة الصيادلة، وأن هدفهم في الأساس ليس الربح بل خدمة الناس. عندي خبرة 6 سنوات، في عنا نحن حاليا مشكلة بالمخيمات، ألا وهي لا يوجد صيادلي خريجين يستلموا الصيدليات اللي نحن قائمين عليها. صيدلانة اليوم يا أما بتركيا أو بالنظام عند النظام، أو اليوم إذا بالمحرر بمنظمة، تمام؟ ما بيجي بيرضى يقعد بواقع خيم. اليوم التصبي نادرا ما تلاقي صيدلية مصبوب يصب لأنه مخيمات ضمان، صاحب الأرض ما بيخلينا نحن نصب. ثانيا يعني قليل من الصيادلي الموجودين، قليل جدا. فهل تنجح مديريات الصحة في ضبط مزاولة المهن الطبية في المناطق المحررة؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع رح يكون معنا عبر السكايب الدكتور رامي كنزي، وهو منسق الصحة العامة لمديرية صحة حلب في تركيا واختصاص جراحة عصبية. وعبر السكايب معنا عصام علي، وهو حاصل على دبلوم تربية رياضية وصاحب صيدلية. أيضا عبر السكايب رح يكون معنا الدكتور عبيدة عموري، وهو طبيب القلبية في مركز الأمل بدارة عزة. مساء الخير لكم جميعا. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم جميعا. اسمحوا لي قبل ما نبدأ حديثنا رح أطرح على مشاهدينا سؤال حلقة اليوم. مديرية صحة حلب الحرة تصدر قرارا بمنع مزاولة المهن الصحية من دون ترخيص، هل يلتزم الصيادلة والأطباء بهذا القرار؟ السؤال موجود على صفحة تلفزيون سوريا على الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب. رح أبدأ معك دكتور رامي، مساء الخير عن جديد. مساء النور، أهلا وسهلا، شكرا لكم على الحلقة وعلى العنوان المهم. أهلا بك. قرار يطالب العاملين في القطاع الصحي بتقديم شهاداتهم الطبية، ما خلفية هذا القرار؟ اسمح لي في البداية أعطي لمحة سريعة عن نفسي وعن الواقع الصحي اللي ربما الكثير مننا بيعرفه بس ربما آخرين ما عندهم التوصيف الدقيق له. أساساً أنا طبيب مقيم، ما أكملت الاختصاص، واحد من الناس اللي تركوا الاختصاص كرمال يشتغلوا في الثورة. اشتغلت كطبيب ميداني في مدينة حلب الشرقية قبل ما يرجع ياخذها النظام لمدة 3 سنوات ونصف،
وبعدين صرت أعمل مع مديريات الصحة في مكتب تركيا كممثل في العلاقات الخارجية ومنسق بالصحة العامة. الواقع الصحي بشكل عام فينا نقول سيء وجيد بنفس الوقت. جيد لأنه فيه همة عالية من الناس، من الكوادر الصحية، من المتطوعين اللي احترفوا خلينا نقول بعض المهن في القطاع الصحي وقدموا وبذلوا الكثير وسدوا فراغ مهم حقيقة للأمانة ما بنحسن ننكره، ولكن ما معهم شهادات صحيح؟ ما معهم شهادات طبية. تماما، رح نجي على هذه النقطة. هو سيء لأنه للأسف يفتقر إلى التنظيم لحد الآن. وافتقار التنظيم هذا بصراحة يعني أسبابه معقدة ومتشابكة جدا، قد تكون في بعض الأحيان أكبر مننا بكثير، مثلا غياب الحكومات الفاعلة، الضغوطات السياسية، القصف، التغيرات العسكرية اللي عم تصير دائما، فهي كلها ممكن تكون معوقات. ولكن مع ذلك حاولنا خلينا نقول أجسام عم تشتغل في حوكمة قطاع الصحة ودعم قطاع الصحة أن نلاقي صيغة ولو كان من خلينا نقول من التنظيم المبدئي. خلينا نقول على الأقل نضبط قصة التزوير، قصة العمل بدون شهادة، اللي قدم وضحى وبذل هذا جهده أكيد مشكور، ولكن بعد كل هالسنوات صار لازم أن يكون في حوكمة للقطاع الصحي وتنظيم. ويكون في تنظيم للعمل، ويكون في خلينا نقول اعتماد لشهادات ومؤهلات علمية وأكاديمية حقيقية. ربما غياب الأكاديميات الصحية خلينا نقول الرسمية هو عائق، ولكن في أجسام خلينا نقول بديلة عم تقوم بهاي المهام، في كليات طب انفتحت، في مدارس تمريض، في مدارس صحيح. من قبالة. نعم دكتور، نحن رح نحكي بتوسع عن هذا الموضوع. بدي انتقل للأستاذ عصام علي. أستاذ عصام، حضرتك من الأشخاص اللي عم تمارس مهنة الصيدلة بدون شهادة صحيح؟ صحيح. من قدي صار لك عم تمارسها لهي المهنة؟ بالشمال السوري من عام 2012 أنا بمارس هي المهنة، وقبل هيك كنت بحلب من عام 2002 بمارسها. يعني أنا ممارس من عام 2002 بين مناطق النظام وبين مناطق الشمال السوري بحلب. نعم، أسباب مزاولتك لهي المهنة وأنت عندك شهادة بالتربية الرياضية؟ أي نعم، وأنا كنت موظف معلم تربية رياضية، بس كان الوضع بحلب راتب الأستاذ لا يكفي، فلجأنا انه نشتغل بالصيدليه مشان نغطي يعني مصاريفنا. يعني انت عملت يعني انت عملت بهي الصيدليه، كنت مستاجر شهاده صيدلاني لانه كثير يمكن كان شائع هذا الموضوع بسوريا حتى سابقا. يعني انا في تواصل الى الان بحلب، هي الامور شائعه لهلا يعني ما قدروا يلاقوا لها حل. نعم. ابقى معنا لو سمحت دكتور عبيدة. تقرير في العربي الجديد ذكر ان احدى الممرضات مارست مهنة الطب 3 سنوات دون رقابة، هل هذه حالة استثنائية أم هناك حالات متكررة بنفس الموضوع؟ يعني عم يمارسوا مهنة الطب بدون شهادة طب؟ دكتور عبيدة ما عم نسمع صوتك، إذا ممكن بس ترفع الصوت. صوتي مسموع؟ مسموع، تفضل. تمام، مساء الخير لكم. مساء النور. هذا الموضوع صراحة مطروح للنقاش، موضوع جدا مهم. لأني هي الحالة اللي عم تذكرها حضرتك ما هي حالة استثنائية، وكانت موجودة بشكل متواتر في القطاعات الصحية والمؤسسات الصحية في المحرر. وهذا القرار ذكرتوه من مديريات الصحة في الداخل السوري، بصراحة هو قرار على الخط الإيجابي، الخط الصحيح للمنحة لتنظيم هذا العمل بشكل صحيح بما يخدم أهالينا بشكل صحيح، وتأمين فرص العمل لخريجينا من المعاهد والكليات. وبصراحة يعني الآن نحسن نقول بلشنا نحسن نعمل كوادر بشرية في مؤسسات صحية خبيرة وعندها أساس نظري جيد وخبرة عملية جيدة، نحسن نقدم خدمة صحية تليق بأهل في الداخل السوري. كافية؟ هل هذه الكوادر كافية تغطي جميع المناطق والحالات؟ هي الكوادر ممكن إذا بدنا نحكي بمختلف الاختصاصات، ممكن يكون في اختصاصات تكون كافية، ممكن في اختصاصات تكون لسه نحن بحاجة، لكن مؤسساتنا الأكاديمية من جامعات ومعاهد وحتى صار عنا تخصصات على مستوى الاختصاصات الطبية والتمريضية بالداخل السوري، فهذا الأمر
يعني ممكن إن شاء الله خلال الأعوام القادمة يكون عندنا كوادر خريجة من الداخل السوري بمؤسسات من الداخل السوري. طب جميل دكتور عبيدة، بالنسبة للي عم يمارسوا مهنة الطب بدون شهادات كيف سيتم التعامل معهم؟ هلأ اللي عم يمارسوا مهنة الطب من غير شهادات تحسن تقسمهم لعدة أنواع. ممكن بعض الناس اللي اضطروا يتركوا دراستهم في بداية الثورة، ممكن دارس سنة أو اثنين بكلية الطب تقصد وعنده شوية خبرة، يعني فرصة كثير ممتازة حاليا بأنه يكملوا دراستهم بجامعات بدأت تتبع مناهج جدا محترمة وجدا فعالة، لتكون لها يعني ليكون لهم نصيب يعني يمارسوا عملهم ومهنتهم اللي تأخروا بممارستها بسبب الظروف اللي مروا فيها. وفي ناس طبعا اللي امتهنوا هاي المهنة بقصد غير شريف، هدول موضوع آخر تماما، أكيد يعني محاسبة راح تكون للجهات المعنية. نعم، بدي انتقل للدكتور رامي أيضا. بعض الصيادلة عم يرفضوا فكرة إغلاق صيدلياتهم أصلا بدعوى أنه إغلاقها يعني انقطاع بعض المناطق عن الدواء، هل لديكم بدائل لحل هاي الأزمة؟ دكتور رامي عم تسمعني؟ ممكن عصام تقدر تجاوبنا عن هذا الموضوع، هل في بدائل في حال توقفت هاي الصيدليات يلي حضرتك مثلا موجود فيها او يعني طلبوا فعلا تراخيص لها؟ اي طبعا في بدائل، يعني ما كل الصيدليات راح يسكروا، في صيدليات راح ترخص، الصيدليه الصغيره اكيد راح تسكر ويتجه لعمل اخر. شوية معاناة للعالم، يعني مثلا كانت الصيدلية قريبة عن صيدليتك عصام، بما أنه أنت صاحب صيدلية، هل ما زلت عم تمارس هاي المهنة أم أقفلت صيدليتك؟ لا إلى الآن أمارس هذه المهنة، ولكن بين يوم وليلة يعني ممكن يكون في تشميع أو ترخيص. طب وأنت شو رأيك شو رأيك بهذا القرار، يعني هل تراه مجحف مثلا؟ لا ابدا ابدا، لا نحن مع التنظيم، نحن مع العمل، نحن مع العمل الصحي قولا واحدا، يعني نحن كل شيء طلبناه منهم انه شويه وقت بس، لاني في ناس عندها ادويه كثير وين بدها تروح فيها، يعني نحن بس طلبنا شويه وقت مثلا 3 اشهر لحتى تدبر العالم امورها، ما طلبنا اكثر من هيك. نعم ابدا، اذا يعني. اذا انتم مع هذا القانون وراح تتجاوبوا معه؟ تمام طبعا، كثير منيح. معناتها بدي نقول هي نفس الموضوع للدكتور رامي. دكتور رامي، سمعت سؤالي قبل شوي عن موضوع رفض بعض الصيادله لفكره اغلاق صيدلياتهم. نعم، هلا اسمحي لي اتشكر الاستاذ عصام، صراحه الاشخاص اللي مثل الاستاذ عصام متعاونين هن فعلا مطلب لهذا البلد لبنائه. للامانه العائق الاكبر دائما امامنا هو قله الكوادر، يعني مثلا ممكن اعطيكي رقم تقريبي بناء على قاعده البيانات اللي عندنا كمديريات صحة، عندنا حوالي في كل شمال غرب سوريا اللي أقصد فيها هي إدلب وريف حلب الغربي والجنوبي وريف حماة الشمالي، حوالي 4000 عامل في قطاع الصحة، الأطباء منهم هن 550 ل 600 طبيب فقط. طبعا يضاف لهم عدد بضعة مئات من الصيادلة. فبصراحة العائق الأكبر هو قلة الكوادر، ولكن الأجسام البديلة اللي عم تشتغل على تدريب وتخريج الكوادر الصحية هي عم تحاول تسد الفراغ، إضافة لموضوع تنظيم العمل اللي هو ما بيتطلب فقط أو ما بيطالب فقط في الشهادة والشروط الفنية للمبنى نفسه، وإنما في كثير من الأحيان أو بصراحة في كل الأحيان بياخذ بعين الاعتبار التوزع الجغرافي للخدمات الصحيه، وبالتالي ربما نحسن نغطي شوي موضوع نقص الكوادر الصحيه بتوزيع افضل جغرافيا مع تحسين للوصول، بحيث انه يكون في عندنا تغطيه صحيه شامله قدر الامكان، خلينا نسميها افقيا وعموديا، افقيا من ناحيه جغرافيه وعموديا من ناحيه امكانيه حصول المستفيدين على الخدمه، وخاصه في ظل الوضع الاقتصادي الصعب اللي شايفينه كلياتنا والناس بحاله فقر. هلا البديل ممكن مثلا في قطاع الصيدله، وخاصه نحن لحد الان ما في كليه صيدله قادره انه تخرج العدد الكافي من الصيادله، بس ممكن مثلا يكون برامج التدريب البديله اللي بنسميها اون جوب تريننج، ممكن تفرز بعض الاشخاص اللي هن عندهم الرغبه انه يحترفوا مهنه الصيدله، انهم يتدربوا مثلا عن صيدلاني، انهم يدرسوا بعض المواد، ممكن تعطي بعض الاستثناءات، مثلا قد يكون حاصل على شهاده مثلا في علوم الكيمياء ويجي بعدين يعمل تدريب في صيدليه لمده سنه. فممكن بقى انت بصراحة حلول بديلة كتير، بس هذا الشيء انت بتعمله بعد ما تعمل احصاء
وخلينا نقول تثبت الواقع الراهن اللي بين ايديك وتعرف شو العدد الحقيقي من الصيدليات خلينا نقول المطابقة للمواصفات وعدد الأصحاب الشهادات أو المهنيين، وبناء عليها نشوفش قد الفجور منبلش نحط خطط بديلة أو خطط تغطية عن طريق برامج بديلة للكليات. طيب جميل أستاذ عصام، بالنسبة لترخيص الصيدليات اللي ذكرته قبل قليل، ما هو المطلوب لترخيص الصيدلية؟ شو طلبه؟ والله يا أستاذ الطلبات الأساسية بدهم مكان لائق بالصيدلية، مساحة كبيرة، بدهم عقد آجار لمدة سنة باسم الصيدلي اللي بده ياخذ الصيدلية، بدهم شهادة صيدلي كمان، بدهم رسم هندسي أو ما يسمى بمخطط هندسي للصيدلية، طبعا كلياتهم هدول باسم الصيدلي بيكونوا، وشوية إجراءات. يعني طبعا الصيدليات المأنزرة يعني اجى المخفر اعطاهم انذار، هذول بيدفعوا $200. يعني هلا انا مثلا اجاني انذار راح ادفع $200 حتى لو رخصت. حتى لو رخصت لانك انت مخالف، يعني هذه كمخالف ال $200 تعتبر. تماما، انا اسمي مخالف، حتى لو تشمعت بدي مثلا بعدين طالع لاغراض من الصيدليه راح ادفع $200، حتى لو استمر التشميع راح ادفع. يعني انت دافع ال $200، $200 دافع، ما في مجال فيها ابدا. بس عصام انت ذكرت انه من 2002 انت عم تزاول هاي المهنه، طيب طبعا بمناطق النظام، كيف كان يتعامل النظام مع هاي الحالات؟ شو كانت، كيف كنتوا تقوّنوا وجودكم بصيدليه مو باسمكم؟ والله يعني كانوا يعطونا خبر قبل ما يطلعوا بحلب، فكنا ندبر أمورنا، كنا نحكي مع الصيدلي نقول له هذا الأسبوع أنت بدك تقعد الدوام لأن هني طالعين على الحي الفلاني هذا الأسبوع كلياته، فكنا هذا نخليهم. هلأ هي بالشكل العام رح تمشي هون وهنيك يا أنسة، ما كتير رح تفرق يعني. نعم. برغم الوعود كلياته أنه لحنا بمدير الصحة أو معاون مدير الصحة قال أنه لحنا مبدئيا رح تحط شهادات وبعدين رح نتابع الصيادلي. ما بتوقع رح يتابعوا الصيادلة انه يكونوا موجودين بصيدلياتهم، يعني على رأس عمله. ما بتوقع اذا ما تخرجت دفعه او دفعتين من كليه الصيدلي اللي موجوده انه يغطوا عدد الصيدليات. يعني هن قالوا لنا انتم اسمكم مستثمرين، انا ما اسمي مساعد صيدلي، استثمر. نعم. صح، جيب شهاده وجيب صيدلي خليه يقعد عندك قد ما كلفتك، بس هذا اسمه استثمار صح. وبمناطقنا الاستثمار الصح مكلف كثير والله يا استاذ، كثير مكلف. دكتور عبيدة ابقى معي لو سمحت. دكتور عبيدة، يعني بعض الناس عم تفسر سبب وجود أشخاص يزاولون مهن صحية بدون شهادات، وهلأ كمان الدكتور رامي قبل قليل حكى عن هذا الموضوع أنه غياب الكوادر الكافية في هذه المناطق. ما العمل؟ هل هناك كوادر كافية؟ يعني في حال تم إيقاف من لا يملكون شهادات، هل هناك كوادر كافية تغطي تلك المناطق؟ يعني مثل ما ذكر ايضا الاستاذ عصام انه قد كليه الصيدله قد تحتاج الى تخريج دفعه او دفعتين لتغطيه ايضا الصيدليات او عدد الصيدليات. اخي الكريم، مثل ما حكى الدكتور رامي بالاختصاصات اللي فيها عجز بالكوادر، ليس الحل ان يعني يكون في عنا انتشار عشوائي لممارسة المهنة بدون كفاءات أو بدون كوادر أو بدون تقييد علمي إداري. يعني أنا برأيي كل هاي القرارات الهدف منها مصلحة المستفيد أو المواطن أو المراجع. يعني أنا برأيي أن المراجع حتى إذا كانت الصيدلية أبعد عن بيته، بس حسن يشوف صيدلاني محترف، حسن يعطيه خبرته في صرفه للوصفة الطبية، أفضل ما يكون الصيدلي قريب على بيته وممكن يضره. صحيح. هذا الأمر بيخلينا نحكي عن موضوع الصيدلي اللي فيه نقص في الكوادر. أما في بعض القطاعات الطبية مثل التمريض بدأت حتى ما عم بالغ وقت قلك أنه في تمريض عم يبحث عن عمل معه شهادات بسبب أنه في بعض المناطق في يعني ناس امتهنت مهنة التمريض عن طريق الخبرة. خليني أقول طبعا اللي امتهن عن طريق الخبرة كمان هذا ما لازم نظلمه، ولازم نشوف إذا عنده رغبة يدرس ويكمل وياخذ الأساس النظري اللازم ليكمل بهاي المهنة اللي حبها.
لكن دائما الخبره لازم تكون مبنيه على اساس علمي تخليه أكاديمي. يشتغل صح. نعم تمام، يشتغل صح بكل الحالات اللي بتجيش سواء طيب. الشائعه بالنهايه هي ارواح ناس يعني قد ما في مزح يعني بالقصة. تماما. طب خلونا خلونا دكتور نشوف بعض التعليقات اللي اجت على سؤال حلقتنا لليوم. خالد حمشو عم بيقول اهم شيء ايصال الدفع، بدك تدفع لو بتكون مرخص بانقره مو بادلب. ايضا تعليق ثاني ابو الهاشم عم بيقول واللي عنده ترخيص من مديريه صحه ادلب مشمول بالقرار ولا كيف؟ نتمنى تجاوبونا على هذا السؤال دكتور رامي. تمام. هلا بصراحه هي اسئله محقه وخاصه في ظل واقع يعني خلينا نقول ما فيه حكومه واحده او خلينا نقول ما فيه مؤسسات ناضجه لحتى الان انه هي فعلا تحكم كافه القطاعات. وكلياتنا عم نبني مع بعضنا وبنتعثر شوي وبنرجع بنقوم شوي، فهي الاسئله طبيعي انه تتبادر للذهن. هلا في الحاله الطبيعيه لو كان في عندنا حكومه متكامله متكامله الاذرع التنفيذيه خلينا نقول، يفترض يكون الترخيص عند الوزاره، فانت ترخيصك عند الوزاره يرسل منه نسخه الى مديريه المحافظه المختصه وبالتالي انت بترخص مره واحده فقط. في واقعنا عم يصير الترخيص في المديريه اللي هي مختصه في مساحتها الجغرافيه، وبالتالي اذا كان مرخص الشخص مرخص عند مديريه صحه ادلب فرضا ثم هو أراد ينتقل للعمل في منشأة صحية تتبع جغرافيا لصحة حلب يفترض أن يرخص كمان عن صحة حلب. ليش؟ لأنه المديريات هي ليست مختصة في كامل الجغرافيا أو لا تشرف على كامل الجغرافيا مثل الوزارات، وأنا مختصة بمنطقة جغرافية وبناء عليها صارت تسميتها، يعني فمشان هيك مسميها مديرية صحة حلب، مديرية صحة إدلب إلى آخره. فالمنطق بيقول عند الجسم اللي بمستوى المديرية هو مختص في حدود محافظته فقط. صحيح. حاولنا بصراحة قدر الإمكان إنه نوحد شروط الترخيص بحيث إنه الشخص بده يرخص هون يكون قادر نفس الشروط. إنه قادر إنه يرخص في أي مكان تماما نفس الشروط. وبالتالي هي بتصير بس شوية عبء زيادة في الوقت عليه. ولكن إن شاء الله يعني الموضوع متاح بيكون طالما هو مستوفي كامل. جميل. بدنا نتمنى أنه الكل يلتزموا بهذه الشروط خاصة يعني أرواح ناس بالموضوع. بالنسبة لسؤال حلقة اليوم، مديرية صحة حلب الحرة تصدر قرارا حول منع مزاولة المهن الصحية دون ترخيص، هل يلتزم الصيادلة والأطباء بهذا القرار؟ نسبة نعم 34% ولا 66%. وأنا بالنهاية هاي الفقرة بدي أشكر ضيوفي اللي كانوا معنا لليوم. كان معنا الدكتور رامي كنزي وهو منسق الصحة العامة لمديرية صحة حلب في تركيا، وأيضا عصام علي وهو حاصل على دبلوم تربية رياضية وصاحب صيدلية، وعبيدة عموري وهو طبيب قلبية في مركز الأمل بدارة عزة. شكرا كثير للمعلومات اللي قدمتوناها. فاصل وبنرجع.